أهلا بكم، نقدم لكم حالة خاصة وهي فقدان القواطع الثانية واللادية. نلاحظ فراغ في مكان القاطع الثاني والجهة الثانية أيضا وتحرك النار إلى الأمام، ولذلك لا يمكن وضع أسنان صناعية في هذه المنطقة، ولذلك نحتاج إلى تقويم الأسنان. انظر إلى ترتيب الأسنان في الفك الأعلى، وكذلك انظر إلى صورة البانوراما. القواطع الثانية مفقودة تماما، إضافة إلى وجود أسنان أخرى مفقودة، ولكن ما يهمنا هو الناحية التجميلية، ونلاحظ المراجع مباشرة. تم توزيع الفراغات بمكان السن القاطع الثاني، والآن ممكن وضع أسنان صناعية بسهولة تماما. التقويم مريح وسريع. السلام عليكم. كيف شفت التقويم؟ مريح وما طولنا فترة طويلة. لا حلو، الفراغ صار جاهز لعمل جسر، شكلك حيكون طبيعي أحسن. تمام، طبيعي تماما بعد وضع السن الصناعي. شكرا لمتابعتكم، مع تحيات الدكتور البروفيسور بشير كنعان، مركز كنعان الطبي.